حتى تقدمت فرنسا بعرض إلى المغرب تقترح عليه إرجاع ما اقتطعته من ترابه وألحقته بالأراضي الجزائرية مقابل تخليه عن الثورة الجزائرية. رفض الملك محمد الخامس العرض والمقترحات الفرنسية، وفضل التفاهم مع قادة الثورة الجزائرية على أساس تعهد خطي موقع من طرف السيد فرحات عباس بوصفه رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. ومما جاء في هذا التعهد إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعترف من جهتها أن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيتوصل إلى حل في شأنها عن طريق المفاوضات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر عندما تحصل الجزائر على استقلالها. إن المفاوضات بين جبهة التحرير الوطني والملك محمد الخامس كانت تنص على أن يتم تعليق قضية الحدود حتى تحصل الجزائر على الاستقلال. Jusqu'à ce que l'Algérie soit indépendante.